صباح الخير عن جديد مشاهدينا، واكيد فقرتنا الاخيره خصصناها لحتى نحكي عن الاطفال وقراراتهم المهمه بالحياه، وقد ايه ممكن يكون تاثير القرارات على حياه الطفل مهمه، حتى ان كان خطا ولا صح فاكيد هو راح يتحمل مسؤوليه قراره، وهالشيء راح يعلمه بالمستقبل يعرف يقرر صح قدام كل قرار غلط، يعرف شو الصح بعدين. يعني مثلا نحن نترك الشخص او الطفل على راحته لحتى انه ياكل الاكله يلي بده اياها او يلعب باللعبه يلي هو بحبها، وكل ما تقدم فيه العمر شوي اكيد راح تصير قراراته اعقد من هيك واكبر من هيك. يا هايدي اكيد يا عفاف، يعني مثل ما ذكرت اليوم الاطفال بيكونوا بمراحل عمريه صغيره، هن معتمدين على اهاليهم بكل شيء، بتفكيرهم، بكلامهم، بشخصيتهم، ولكن لما يكبروا بالعمر بيصيروا اكثر مسؤوليه بقراراتهم، اكثر اعتماد على حالهم. واليوم مهارات كثيره ومهمه لازم نعلمها لاطفالنا من عمر صغير، واللي هي مهاره اتخاذ القرار. اكيد بيتم تعلمها بشكل تدريجي من خلال الاهل، واكيد هذا الشيء بده دعم كثير كبير. كيف ممكن اليوم نحن نحفز اطفالنا لحتى يختاروا القرار الصحيح ويتحملوا مسؤوليه هيدا القرار؟ تفاصيل كثيره رح تخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم الاستاذه رنت نضر، اختصاصيه ارشاد نفسي. يسعد صباحك. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك يا رب. صباح الخير. صباح النور. يعني نحن كلنا كاشخاص متربيين على انه ناخذ قرارات لحالنا، ممكن تكون او هي امور تراكميه او ظروف بتجبرنا ناخذ قرارات لحالنا بدون اي تدخل من حدا، حتى اوقات يمكن الاطفال بيضطروا انهم ياخذوا قرارات لحالهم بدون اللجوء لاهاليهم او سرعه بديهه او انهم يكونوا اذكياء. خلينا نعرف من حضرتك باي عمر نحن ممكن نحفز الطفل لحتى ياخذ قراراته لحاله او نسمح له بهذا الشيء. تمام. هلا صراحه انا كثير بشجع انه بالعكس من مراحل عمريه مبكره انه نحن نشجع الطفل يبلش ياخذ مهاره او يتخذ قراراته، يعني خلينا نقول من العمر اللي حيبلش فيه يقول بدي وما بدي، ممكن بسنتين ثلاث سنين. فهون نحن بالعكس نشجع فيه انه اي انه يعرف ياخذ قرار، وبشكل تدريجي بنعلمه انه يتحمل مسؤوليه قراره. هلا صراحه هون في نقطه بدي اشير الها، انه هون بيلعب دور كثير اسلوب التربيه اللي عم يلعبوا، يعني عم يتخذوا الاهل مع طفلهم. هون يا بيشجعوا فعليا مهاره اتخاذ القرار عنده، يا اما بيمحوا له اياها. تماما. هلا ممكن احيانا بعض الاهالي بتستخدم اسلوب انه هن بدهم ياخذوا القرارات، هن السلطه، هن بايدهم كل شيء، فانه ما بيسمحوا له انه هو صغير شو بيفهمه. هي كثير بنسمعها انه هو هل صغير بده ياخذ قرار، هو بده يعرف شو بده. بالعكس هذا الشيء انه كثير بياثر على شخصيته وعلى اتخاذ قراراته. بالمقابل مثلا في اهل كمان اطلب تعطى شو بده الولد كمان بيعطوه، كمان هذا بياثر على اتخاذ قراره بالمستقبل، ممكن ما يعرف ياخذ قرار. هلا ممكن نحكي بشكل تدريجي اكثر عن هذا. اكيد بالنهايه الاهل هن مسؤولين عن هذا الموضوع، اكيد رح يعطوا قراراتهم وارائهم، ولكن اهم شيء انه ما يمحوا شخصيه هذا الطفل وتكبر معه هي المشكله. طيب خلينا نوضح الخطوات الاولى اليوم لحتى نمنع مخاوف هذا الطفل، لحتى ندعمه اكثر باتخاذ القرار. تمام. هلا بالبدايه نحن كاهل نعطي الطفل، خلينا نقول خلينا نعطيه خيار انه انت خذ قرارك امر بيتناسب مع عمره. اكيد ما حنعطيه نحن هو صغير نعطيه امر كبير ونحمله مسؤوليته. فنحن كل مرحله عمريه وكل سن محدد في له شغلات تتناسب مع العمر. الشغله الثانيه انه نحن نعطيه خيارات محدده. نحن اذا بدنا نعطيه خيارات كثير حيرنا الطفل، نحن بنشوف نقول بدك تحيره خيره، نعطيه الخيارات الكثير فبنحيره. لهيك نحن كاهل المفروض نعطيه خيارات محدده نحن رضيانين عنها، وانت اختار بيناتها. وكمان نقطه كثير مهمه انه نشجعه على الخيار اللي هو اختاره، برافو عليك انت هذا اختيارك، انت اللي نقيت هذا الشيء. فهون هو بيزيد ثقته بنفسه انه هو بيعرف يختار، وهذا الشيء طبعا بينعكس كثير على المراحل العمريه اللاحقه. كمان عندنا نقطه مهمه بيوقعوا فيها الاهل، انه احيانا بيعطوه خيار للطفل بعدين بصير وقت مثلا خيارين ثلاثه، وبعدين وقت بيختار شيء منهم تعال شو رايك بلا هذا ناخذ هذا، انه خلينا نغير هذا احسن لك. هون نحن كاهل المفروض نعطيه خيار بالاصل نحن رضيانين عنه ومتوفر. يعني مثلا في ممكن يقولوا له خيار هو مو موجود عندهم بدهم مثلا يشتروه او يجيبوا له اياه. صحيح. هون بعدين بصيروا بغيروا رايهم. هون مشكله بصير عند الطفل، اول شيء هذا حينعكس انه هو ما عاد يثق بكلام اهله. صحيح. الشغله الثانيه انه نحن حيرناه، طب انتم اعطيتوني هالخيار انه ليش بعدين ما عاد بدكم اياه. فلهيك نحن كاهل كثير ضروري نعطيه خيارات نحن رضيانين عنها متوفره، وكمان وقت الخيار حياخده رح نشجعه عليه. في نقطه كثير مهمه كمان انه نحن ما نلومه على قرار هو اتخذه وعلى قرار انه طلع مثلا
مو صحيح، ونصير ننبه انت شفت لانك انت ما سمعت كلمتي ونقيت هذا الشيء فانت صار هيك فيه. هذا الشيء بالعكس حيضعف شخصيه الطفل، رح يخليه دائما متردد، بصير بخاف ما بيقدر ياخذ قرار الا لحتى يلجا لغيره مشان انا ما اندم، مشان ماما ما تقول لي انه مثلا انه شفت لو سمعت كلامي. وهي نقطه كثير مهمه وجوهريه بالخطوات اللي نحن نعلمه فيها، انه نحن نحاوره ونناقشه. وقت مثلا حطينا هالخيارات اول بدايه العمر تبع الطفل انه هو ما حيعرف انه يختار بيناتهم، ممكن ينجذب للون هي تمام، بس بعدين بمراحل حيصير انه ماما قولي لي انت شو اختار. هون كتير دور مهم انه نحنا كأهل نبلش نحكي معه ونحاوره انه مثلا محاسن ومساوئ كل نقطة. مثلا شوف ماما مثلا على مثال مثلا ألعاب، شوف هاي اللعبة فيها هيك، هاي اللعبة ما فيها هيك، فيها هيك، انه فيها نبلش نعطيه الإيجابيات والسلبيات وعلى أساسه هو حيختار. وقت رح يختار نحنا كتير مهم كأهل مثلا اختار الخيار وهو ما عجبه بعدين لقاها مو ممتعة مثل ما هو متوقع، ما نعطيه الخيار الثاني لحتى هم بلش نحن نعلمه بشكل تدريجي يتحمل المسؤولية. فهو تاني مرة رح يعرف انه هذا الشيء هو ما استمتع فيه، هذا الشيء ما بيجذبه، فبصير بفكر اكثر بالشغلات اللي هو بيرغبها. شغلة كمان انه نحن نكون قدوة قدام اطفالنا، انه نحن كيف ناخذ قراراتنا، كيف نحن بنوازن الامور. كمان الطفل هو خلينا نقول ذكي جدا وسفنجة، بيمتص كل شيء من اهله، فشو عم يعملوا هو عم يقلد تمام. فهن شو كيف عم ياخذوا قراراتهم، يا ترى بناء على انفعالات ولا بناء على تفكير، فهو حيقلدهم بالمستقبل ومن حتى بمراحله العمريه المبكره. طيب في مرحله من العمر، مرحله المراهقين او مرحله البلوغ، هي المرحله كثير بتكون حساسه بالنسبه للطفل وللاهل كمان، ولازم يكونوا فيها كثير حذرين. يعني بصير كمان في عوامل خارجيه مؤثره بتاثر على قراراتهم وعلى حياتهم. هون دور الاهل كيف ممكن يكون بمساعده هدول الاشخاص المراهقين، خلينا نقول يعني هنون بين الطفوله والبلوغ، لحتى يقدروا يكونوا مسؤولين عن قراراتهم وبنفس الوقت ما يوقعوا بمطبات مدمره. تمام. هلا انا حابه اول شيء اشير لنقطه هون، انه نحن فعلا المراهق في عنده مفتوح، هلا هيك العوامل عم تاثر كثير بتربيته، عم تاثر انه على علاقته مع اهله. في عندنا هلا كثير الاقران، الاصدقاء، السوشيال ميديا، الاعلام، هي كثير عم تاثر على اتخاذ القرار عنده. هو شو عم يشوف بده يقلد، شو رفيقه قال له بده يعمل. تمام. وبنلاحظ هون في كثير بصير صدامات مع الاهل، انه هن ما بدهم الا اللي بدهم اياه المراهقين. لهيك هون نحن كأهل بنقول لهم بداية انه نحن بنشوف رغبة المراهق، هو ليش بده هذا الخيار، بنحاوره بنناقشه. هو افضل وسيلة انه نحن الحوار والنقاش بمرحلة المراهقة، ما نحاول نفرض ونقمع، لانه بمجرد ما نحن فرضنا رأي او قمعنا هذا المراهق فهو رح يتمرد بعدين. قد ما ساير يا عنا حيطلع شخصية ضعيفة يا اما رح يتمرد بالنهاية. فنحن ما بدنا نخسر خلينا نقول لازم نعمل تمام توازن. فنحن التوازن انه نحن نناقشه ونحاوره، نقول له مثلا هذا الخيار اللي انت مختاره، اول شيء ليش انت بدك اياه، يا ترى طب شو هو الخيار الانسب، خلينا نشوف شو في عندنا خيارات تانية متاحة، خلينا نقارن ونفاضل بين هاي الخيارات، نشوف كل خيار وين ممكن يؤدينا. انت النتيجة اللي بدك اياها من قرارك مثلا، شو الغاية اللي بدك توصل لها؟ طب هذا مثلا هذا الخيار رح يوصلك لهي الغاية، هذا الخيار رح يوصلك. اخر شيء حنعطيه المجال انه هو يختار، بالنهاية رح نشوف نتيجة اختياره، يا ترى هل هو كان صح ولا وصل، يعني وصل للنتيجة اللي هو كان بده اياها ولا ما وصله. فهون هو رح يتعلم انه فعليا نتعلم عملية كيف نحن ناخذ قرار، كيف لازم نوازن الأمور، كيف لازم نناقشها، ندرس منيح المواضيع بعدين نتخذ الخيار الصحيح. فهون نحن بنكون العلاقة بيناتهم ما انكسرت، ما صار في عنا شرخ إنه صدامات ونزاعات بين الأهل والمراهق، لا، وإنما خلينا نقول قويت العلاقة بيناتهم. كنا نحن بالعكس هذا ابني حيرجع مرة تانية ويسألني وياخذ برأيي، لأنه شاف إنه وقت أنا حاورته وناقشته ما قمعته ولا فرضت عليه، وإنما تركت له الخيار. بس بالنهايه رح يصير دائما في عنا تصويب للقرارات اللي هو عم يتخذها بحياته. تمام. وقديش اليوم بنشوف شباب بمراحل مصيريه بحياتهم بيكونوا معتمدين على اهاليهم؟ يعني اكثر شيء بنسمع عنه انه الاهالي ممكن يضلوا يتدخلوا بالطفل حتى يكبر، ويمكن لحتى يختار تخصص الجامعي هن اللي بيختاروا هذا التخصص، حتى يمكن كمان يتدخلوا بامور الزواج والخطبه. صحيح. هالامور قد ايه بنسمع عنها كثير اليوم. تمام. وشو المشكله؟ خلينا نوضح. تمام. هلا صراحه هون عندنا مشاكل، يعني الاسباب تبع المشكله صراحه
متنوعة. في بداية وهو أسلوب التربية المتبع مع الطفل من هو صغير، اللي هو أنا شفت له مثلا ممكن خلينا نقول إذا كان أسلوبهم يا ترى هل هو تسلطي، إنه مثلا دائما هذا الطفل قد ما صار عمره بنشوفه نحن طفل هو غير قادر إنه يتخذ قراراته. ممكن ينبع هذا الشيء من حب السيطرة، إنه هذا ابني، هذا إنه أنا لازم أخذ عنه القرارات، ما بدي إياه يغلط، ما بدي إياه يعمل، فهو إنه دائما تملك وسيطرة، هذا الشيء بيأثر. كمان في ممكن أحيانا حماية زايدة، إنه نحن بنخاف على ابننا يصير له شيء، بنخاف عليه، فدائما بياخذوا قرارات عشان ما بدي إياه يتألم، ما بدي إياه يوقع بغلط، وهذا الشيء طبعا بيضايق خلينا نقول الطفل أو الشخص وقت يكبر. بس أحيانا بيكون معهم حق، يعني ما فينا ننفي هذا الموضوع. تمام. هلا هون في نقطة إنه نحن صحيح بيكون معهم حق وهي، بس في بمراحل عمرية كل مرة بالمراحل العمرية في للأهل دور للتدخل. اكيد هن صغار مو مثل هن المراهقين، مو هن شباب، فهون نحن كأهل اكيد مرافقينهم بمراحلهم العمريه بمساعدتهم باتخاذ القرار، لكن بتختلف نوعيه التدخل وقديش درجه التدخل. هلا مثلا في عنا بالنسبه للحمايه الزايده انه فعلا بيكون بمواقف انه صحيح نحن نحميه خايفين عليه، لكن بمواقف نحن بحاجه نتركه هو ياخذ قرار. يعني ياما بنلاقي مثلا اهل انه مثل ما ذكرتي انه بدهم تخصص جامعي محدد، طب هو الولد ما بده اياه، انا بدي مثلا ما بدي علمي، انا بدي ادبي او هي، وبعدين حتى اختصاصه الجامعي انا بدي اياك دكتور، بدي اياك مهندس، بدي هو مو ميوله. فهون نحن بنلاقي في قدامنا في اشخاص بتفوت ومشيت بالفرع وهيك، بس هي مو حاببتها فما بتبدع فيها. اخر شيء بنلاحظ في كثير سمعنا عن اشخاص انه فعليا فاتت التخصص الجامعي هي ما بدها اياه، بس بعدين طلعت اشتغلت شيء مختلف تماما عن التخصص اللي درسته كرمال اهلها. حتى بقرارات الزواج بصير هو اذا فشل باي مطب انه انتم اخترتوا لي السبب، فتماما انتم السبب، فهو ما حيتحمل نتيجه قراره او نتيجه اختياره. لهيك نحن بالعكس ضريناه ما نفعناه. وبالاضافه انه ممكن يصير في عنا حاله يا اما شخصيته ضعيفه، يا اما هو عنده حاله من التمرد، رح يصير يبعد عن اهله، ما عم بده ياخذ قرارات معهم، ما بده يشاركهم اي نقطه بحياته ابدا. كمان خلينا نقول انسب اسلوب كتربيه هو الديمقراطي نحن بنسميه. هذا الديمقراطي انه نحن بنعطيه مجال للشخص انه هو في له مساحه من الحريه ياخذ قراراته من هو صغير لهو كبير، من هو صغير مثلا بغرفته، العابه، اكله، تخييره، هذا الشيء يعني كثير بيلعب دور لحتى يوصل كمان يعني خلينا نقول مع انه يصير في عنا حدود. يعني الديمقراطي انه نحن نعطيه مجال بنفس الوقت انه نحن في عنا حدود، هذا الحد لهون انت ممكن تاخذ هي، نحن هذا القرار نحن من ندرسه هيك تدريجيا بمرحله العمريه لحتى يوصل لمرحله يكون هو فيها ناضج ويتخذ قراره. هي حكينا عن اسلوب التربيه. في عندنا كمان اسباب خلينا نقول ممكن ترجع لنمط شخصيته. خلينا نقول نمط هو انه ما بيحب يواجه، بيحب انه مثلا دائما يتخبى بالظل، خلينا نقول انه ما بيحب يتحمل الم عواقب النتيجه او الخيار اللي هو اتخذه، انه في هذا الشيء بيأثر كمان انه هو ما تلاقيه دائما بيلجأ لأهله. خلينا لو سمحتي بس نذكر مثال كثير مهم، يعني الطفل لفوت سلم على طنط فلانه او على الضيوف او حكيهم او قعد معهم والطفل هون ما له رغبه بهذا الموضوع، شو ممكن نحن نتصرف هون؟ نجبره ولا نتركه على راحته؟ نجبره. لانه فعليا ممكن يكون في عندنا سبب ليش ما عم يرضى يفوت. تمام. هلا ممكن يكون خجل، ممكن يكون في سبب ليش هو هالفلان بالذات ما بيحب يفوت لعنده. فنحن بالعكس ابدا لازم نحاوره ونناقشه. ممكن اذا عرفنا السبب هو خجل، بالعكس ما مفوت مثلا جرب مره، مثلا احنا بنفوت قدامه هو يوقف مثلا على باب الغرفه يقول مثلا مرحبا ويروح، مره ثانيه بيقرب شوي بشكل تدريجي، بينما اذا نحن فوتناه وجبرناه فهو بس ما بده، ما هي بالعكس نحن قمعنا شخصيته. بالعكس نحن بدنا اياه شخصيه تطلع واثقه من نفسها، بتعرف تاخذ قراراتها، لها وجودها، ما بدنا شخصيه ممحيه تكون. اكيد. تمام. يعني اليوم قديش الظروف ان كانت اجتماعيه ان كانت ماديه ان كانت تربويه بتاثر على اتخاذ القرار؟ يعني مثلا ممكن يوم ظروفي غير ظروف عفاف، غير ظروف الناس. اليوم هي الاختلاف بالظروف قديش ممكن فعلا تاثر على اتخاذ القرار، وخصوصا اذا عم نركز على فئه الشباب. تمام. هلا فعليا الظروف هي كثير فارضه نفسها فعليا. ودائما الاشخاص بيحاولوا مثلا وقت بيجينا بمشاكل اوقات للعيادات انه انا شو بدي اعمل، انا ما بامكاني اقرر بقول لهم انه شو بدنا نعمل. بالعكس نحن بنوازن امورنا، فنحن ممكن اذا مثلا انا بدي اخذ قرار بحياتي لكن الظروف الماديه ما نعمل قرار السفر مثلا، بتلاقي الشباب بمرحله معينه. صحيح. فهون نحن بنشتغل على نقطه انه شوف هلا انت شو عندك. خيار السفر هلا مو متاح، خلينا نركز على النقاط الايجابيه الموجوده بحياتك، نقاط القوه، شو انت هلا بتملك، شو ممكن عندنا خيارات بديله تعملها لبين ما تسافر. طيب يا ترى انت السفر بده اعداد،
تمام، يا ترى هل عندك اللغه، هل انت حابب تقدم على منحه، شو خيارك. فبلش من هلا حضر للسفر، لكن انت بهذا الوقت اشتغل على نفسك. ممكن مثلا يلاقي مهنه، يلاقي شغل، يلاقي قصص ثانيه، يبلش ياسس نفسه ليوصل للخيار. فنحن خلينا نقول اوقات ما كل شيء بدنا اياه هلا بيصير، لكن مشان هيك نحن بنشوف عنا شو الحلول البديله وبندرسها وبناخذ الانسب منها لنا، وبنفس الوقت بنشتغل على الشيء اللي بدنا اياه بالمستقبل لنحققه، وبشكل تدريجي ان شاء الله بنوصل له. شكلها هايدي اهلا ما عم يسمحوا لتسافر لهيك كثير عم تدقق على الموضوع. بس فكره كثير موجوده اليوم، يعني بتلاقي نسبه كثير كبيره من الشباب اول تفكيرهم اول طلعتهم بالمراهقه خلص بدنا نسافر. صحيح. كلنا هايدي اول ما هيك حلمنا نسافر وبنحب نطلع بالسياره وبالطياره، بس نكبر لا تمام بدنا. وحتى بيقولوا انه ممكن ظروفنا احسن بتكون صحيح بنحقق الشغلات اللي بدنا اياها، لكن هو هون هي بنرجع نحن لنقطه انه وقت نحن بندرب الطفل انه هو ياخذ قراره ويعرف نتيجه قراره، فهون نحن بننشئ خلينا نقول الشخص بيعرف تماما اهدافه. اكيد وعنده مسؤوليه وما يقارن حياته بحياه الاشخاص اللي حواليه. وهذا الشيء بيبين لك انه في عنا اختلافات نحن بين الشباب. بتلاحظي في شباب عرفانه تماما شو بدها، ما بتلاقيها مثلا الشباب جيل مثلا شله شباب ممكن تلاقيها واحد من بيناتهم انا لا ما بدي سافر، انا عم اسس عم ساوي عم بعمل، وبتلاقي كلهم لا بالعكس شو بدك سافر واعمل وساوي تمام تمام. ليش يا ترى هذا الاختلاف بيناتهم؟ طيب كيف بيحافظ اليوم على قراره؟ يعني بوسط هي الضجه اللي عم تحكي عنها انه في اراء كثيره وقرارات عم يطرحوها عليه، كيف الشخص قادر اليوم انه خلص يلتزم بقراره وينفذه بعيدا عن الاصوات اللي حواليه؟ شايفه وقت بيكون هو نحن نمينا له شخصيه اتخاذ القرار هو تمام عارفان شو بده. فهو قد ما حاولوا يأسروا عليه ما هي. حاعطيكي مثال نحن هلا مثلا نزلنا كبنات على السوق مثلا وشفتي انت قطعه ما احلاها وانت حبيبتيها ومقتنعه فيها، اجت رفيقتك قالت لك لا خليكي خدي هي وانت حبيبتيها تماما تماما، حتغيري؟ ممكن غيري بصراحه، اذا احيانا بيقولوا لك البسي على ذوق غيرك، احيانا في امور ممكن تاخذي قرارات تمام هي خلينا نقول بسيطه، بس اذا انت مقتنعه 100% فيها لا ما في تغيير اكيد. هلا دائما الشخص صاحب القرار هو بيكون شايف امور تمام. الطرف الثاني ما انه شايفه وشايف ابعاد وشايف شو بده يصير بعدين وعاخد النتيجه، فهي الامور كلياتها اكيد ما انه مضطر انه يعلم فيها الطرف الثاني حتى ياخذ رايه، فيمكن هذا الشيء هو اللي بيثبته عند قراره انه انا بعرف اموره شايف شيء غيري ما حدا شايفه. هلا بس في نقطه هون حلوه انه مثلا وقت عم يناقشوا الضجه اللي حواليه وعم يقولوا له القصص، خلينا نقول هو حياخذها بعين الاعتبار، هو بما انه شخص مسؤول فكل مشكله طرحوا له اياها ممكن يكون لقى لها حل بديل. يعني مثلا قالوا له ممكن تسافر مثلا مثلا تقعد سنه بلا شغل مثال، طيب انا بهي السنه معناتها حط خطه بديله انا شو ممكن اعمل؟ بمجرد ما حط خطة بديلة فهو خلاص، يعني أنا بدي سافر بدي سافر، لكن أنا خطط بديلة لكل مشكلة ممكن تطلع بتواجهني، فهون مجرد ما عرف يتعامل معها فهو خلاص يعني مشان هيك بيمكنوا اكثر قراره. يعني بالختام فقره كثير حلوه ومعلومات مهمه قدمتي لنا اياها، بدنا نشكرك كثير الاستاذه رند نضر، اهلا وسهلا فيكي نورتينا. يعطيكم الف عافيه. اهلا وسهلا فيكي نورتي صباحنا، وشكرا اكيد لكل المعلومات اللي قدمتيها، وان شاء الله تلتزموا فيها وتتركوا اطفالكم يكونوا مسؤولين عن قراراتهم.